انا شايف ان او احسن واحد يصلح رقم 8 في مصر هو احمد السيد زيزو. لو عاوز يلعب بالطريقه دي ليه؟ احمد السيد زيزو عنده قوه بدنيه، عنده يقدر يروح يلعب بوكس تو بوكس، يعرف يروح ويرجع، يروح ويرجع، ممكن يفتح ناحيه اليمين يعمل كروسات، بيكمل على الجون كويس، بيشوط كويس، فعنده الامكانيات كلها البدنيه والذهنيه والفنيه ان هو يلعب رقم 8 اللي هو يروح ويرجع. ما انا بقول لك عنده الامكانيات اللي هي تقدر تروح وترجع،